الحكومة هجمت هانا على رجالة الحاجة هداية، كانوا مستخبيين ما تحملوا البرد، خرجوا ولعوا نار، الحكومة لقطتهم، حصل ضرب نار، الحكومة صفتهم. طب والعربية المتحملة بالسلاح؟ ما كانت معهم، ومن وقتها ما نعرف عنها شيء. يعني راحت فين؟ طب البضاعة اللي عليها ما ظهرتش معايا تاجر؟ انت موافق على الكلام ده يا شيخ وليد؟ انا قدرت اوصل خط سير العربية، واخر حتة وقفت فيها، واخر مشوار قامت بيه. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. قول لي بقى، اخر مشوار العربية كان فين؟ كان هناك. الرجالة كانت معسكرة هنا، وصار ضرب نار بينهم وبين الحكومة. الحكومة جات هنا كتير، واستعانوا بوليده بأكتر من جصاص قطر، وما وجدوا شيء. يعني العربيات راحت فين؟ حد نزل من السماء خطفها؟ الو يا حنان، ايه مالك؟ في ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص خلاص، ما تقلقيش، اهدي بس، انا جاي لك على طول. مسافه السكه. شيخ فايز، انا عايز رجاله تفحت لي هنا. عماد باشا. بلا باشا بلا زفت. الواد هشام هرب. ابن هلمة هرب ازاي؟ معرفش، ضرب نار على الشرطة وهرب. طب العمل دلوقتي؟ أنا هقول لك تعمل إيه، بس ركز معايا يا سيد، واللي هقولهولك تنفذه بالحرف، أوعى تفكر، تنفذ بس يا سيد. الحقني يا حلمي، أنت فين؟ ما هو سامي معاك أهو، وهو طمني الموضوع بسيط. بسيط؟ بسيط ازاي بالقبض عليا ومبهدلني هنا اخر بهدل؟ معلش يا حنان، حاول انت بس تهدي وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. اهدى ازاي وانت سايبني لوحدي؟ وانت عليك يا حلمي تمرمطني المرمطه دي؟ يعني رحيم وشغلك اهم مني انا؟ ما تقوليش كده يا حنان، انت ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي. انا اللي منعني عنك الشديد القوي. ايه هو الشديد القوي؟ سامي قال لي لو جيت هيتقبض عليا الشركه باسمي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. من ساعة ما رجعت واحنا ما شفناش خير. مش وقته، انت بس تخرجي بإذن الله وبعد كده هيحلها ألف حلال. بقولك ايه، اديني سامي. حاضر حاضر أستاذ سامي. ألو، زي ما وصيتك بقى. لا ما تقلقش، أنا لسه واصل صحيح، بس هي معايا دلوقتي، مش همشي إلا وهي معايا، ما تقلقش خالص. مع السلامة. سلام. ما تقلقيش يا مدام حنان، انا مش همشي الا ايدك في ايدي، موضوع بسيط وراح لحاله، كان سوء تفاهم. ان شاء الله ان شاء الله. بلغ الضابط ان الاستاذ سامي عوض المحامي عاوز يقابله ضروري، بلغه والا هصعب الموقف. ما تقلقيش يا مدام حنان، رحيم بيه موصيني عليكي. اتفضل يا استاذ. احمد بيه، معلش ما كنتش عارف اكلمك. ها؟ لا لسه. اكيد هنلاقيهم هنا شيء. احمد بيه، هكلمك بعدين، بس حضر نفسك، شكلها قربت.
هاتي البنات واطلعي لي بر، انا قدام البوابه اهو. يلا سلام. سيد وحشتيني يا بنت رحاب. وانت كمان، القصر كان مضلم من غيرك. بلاش بقى سيرة القصر اللي تغم دي. ايه اخبارك انت والبنات؟ مش ناقصنا غير وجودك وسطينا، دول هيتبسطوا قوي لما يشوفوك. اه والله. ينفع كده يا رحاب؟ انا اشوف عيالي في النادي؟ وانت حد قال لك امشي برضو يا سيد؟ ما انت عامل كده بمزاجك، انت اللي مصعبها على نفسك وعلينا. انا مش مصعب حاجه، انا ناوي احل المشاكل اللي بيني وبينهم. بجد؟ يا ريت يا سيد يا ريت. قولي لي الواد هشام فين؟ انت عايز ايه من هشام بس؟ الواحد مش ناقص مشاكل. انا كمان مش ناقص مشاكل، لا ليا ولا ليكوا. قولي لي بس الواد في القصر ولا فين بالظبط؟ محدش يعرف عنه حاجه، مختفي من امبارح. بس قول لي انت ناوي على ايه؟ هقول لك يا رحاب انا ناوي على ايه. هشام ده قص المشاكل، لو حليتها معاه هبقى حليتها مع عيله السيوفي كلها. بس اوعي تكوني فاكره يعني هرجع القصر تاني، لا انا هقعد في شقتي وانت كمان هتيجي تعيشي معايا زي اي زوج وزوجه. انت بس لما تعرفي مكان هشام قولي لي عشان احلها معايا. بجد يا سيد؟ اه بجد. انت عاجبك الفرقه اللي احنا فيها دي؟ الفرقه دي انت اللي عاملها يا سيد. اه انت اللي عاملها. بس وعزة الله رحيم لما يعرف هيتبسط قوي. لا 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 رحيم، لا رحيم لو عرف هيغصب على الواد، وانا عايز احلها معاه بالتراضي. انت بس لما تعرفي مكان الواد يبلغيني على طول عشان احلها معاه. حاضر حاضر يا سيد. حضر لك الخير يا أميرة بوش الخير كله. ايوه حلمي، ايه الاخبار عندك؟ لقيت العربيه والسلاح؟ اه لقيناها. هتتحركوا امتى؟ كمان ربع ساعه. حلو قوي، لو في اي حاجه بلغني على طول. تمام تمام. الو كده كنت عاوزة تطنشيني وما ترديش. اخصى عليك يا داليا. انت عايز ايه؟ اولا حبيت اقولك مبروك على البراءة، ثانيا بقى يا ترى الهام اخت لاميا دلتك على حاجة جديدة لما جاتلك؟ اتخضيتي؟ لا يا ماما ما تتخضيش، على فكرة انا عاوز مصلحتك. ولو تفتكري انا اول مرة كلمتك فيها حذرتك ان البوليس هيقبض عليكي وقلتلك اهربي وانتي اللي ما سمعتيش كلامي، وتاني مرة كنت هقربك من الاسم وبرضه ما سمعتيش كلامي. المرة دي بقى لازم تسمعي كلامي. كلام ايه؟ هتلاقي تحت الكرسي اللي جنبك علبة فيها فلاشة، فيها فيديو ومعلومات تانية تهم، اتفرجي عليها وبإيدي. Thank you.